بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وناكسن كل سؤال هذا برنامج كنا دبكات الغيب تن وعند كفر أنقين دونا أما كل فجور دونا أنت بدل واحد نوع برتين دين على سياسة ما أنت دين على سياسة وكل حنا هنا أما برنامج كو سياسة لما حيرة وحول لحيرة دين على ريمها برشدة جارهان هذا الحين تبرها برشدة يتضبع ضدي وقدم بيجي أيو برنامج كو كل فجور دونا ولا حيرة برها برشدة وحى ماله وجودن بيجي قب صدي هذا الحين تا قبر لقوم مجابه ورد حاشي إيه ولي بقضي كذا يعني أنا ما أنت وحى إلى شو جو برنامج كنا إلا الله فجور دونا ورد حاشي نين كذا برا يوسف إبراهيم برا القاسي سدوا أما سنتا رود دواش السلام شركة دسمها جريها منارا هومس dalka oo nabdoon iyo dawladnimada weeyaan waxaan darisyadeen iyo dunida ba ku gaarnay daarninkii dhisaaya iminka badiyaar ah degdeg oo hore u gaar Minara Homes qofba aqalkii uu doonay degdeg ugu dhisan guri hoostiyo dushaba wacan oo dilaacina bidkii dabadeed ayaamana soo dagay yiraahdan Minara Homes waa loo wada mabsuudo mudan wada sugeynoon maanka ku hayne mudaniya marwa kamar kacay Minara Homes amareysan waliga hana noqon meel xun joog أدون إيجين ميدغي بيديح ماان تبقار منارا هومس شركة دا اسمها قريها اي منارا هومس وا شركة دا اقووين اي صومالي لا دا هاي كانها والقرشاعة سيما دا ودنكا كينيا اي نيروبي واحاينا ديستا قريها نوعيو داك الدوان واحانا ما ملوح علماء دا اقووين قييغا صوماليات واحاينا شركة دا اوديار سيما عاميشا دا امانا اي ادي كوفن ما ملو ياشاقالا كوسفا ويسو دوين كو داغدا كوغو هيلان هالكاس ويفا فاين انتا سلير كلا حرير نمبر دا شاشة دا كاغا مغضا هدو بلانتن وا منارا هومس منارا هومس منارا هومس واي بل هدى كورن ورده عشنين كذا أدبا مارك تلوود ودي سفيعا وا هدى قانو ملاينا يسودو ميه يعني نور وما سنتهي مالمهن وا أرين سعتبهين هي. قف كستو بريح برشد اما موقالة دا كذا يسواب باندقا ياندها ودا اما دادكا وحكو قراء فيسبوك للسعودية أد بارنتن مارتي واركي هذا نقطة فيسبوك هذا نقطة يوتيوب هذا نقطة تيك توك مال والبا وحاس سعودية ورد حاشين كذا يا هذا الحين أنت هتكلمت سال سعودية نورو أنت بدل حد هذا قف إنه حريه هذا وحي إنه سعودي سد حرمات بنو قيبين نايو مروا حد على القف انتو وحوريو هاد نقضو سوغان هاد نقضو مارتا قناعسي هاد نقضو وح لاحل عرمها بلشدة وحيو سعوه طاير روي او سقيرو هالكاس كله كله ما سواتو حاليا وينا ارتقف الدكان فري دكان كيو سعوه ماك دمنا ودكان كي الابد انتو سولها وماشي وحوهي وكله ما ضوء وهالكي وكاقتبو مروا حاليا وقف با وحورين مدو بحي جيتمي مبولاليو سيد هذا المها يركب ما كده شاكل مرحلة بو مرحلة كده دوم بصومرة مركب قدام بيسا مرة راكب وشيفة مرة ويسجدين إياه مرة جرجر بوجارة مرة ما أرتفع دي بوجارة مركب ده مرة ويستم كده مرة وصعنا إياه ساسو كله مركب ركض واحد عاد إن واحد قف وس وسعريه كده من وحي وإن أبلاه أو ما أرتفع سامييش أي مدققته كده من مركب مدوي حي لجوا كده وحي وبلاله وبرشيد يقول حفافة ومركزي هذا الهين بدن هاي كدرت مرنو حاليا وقف انتو عريو إنه إذا مركز وحي وبلاله وبري برشيد يقول بهين تي وقلو وحتى لوكال أرتمر بهين تي أو رئيس خوف كلا لا يشاء أو اللي يديو وحن محاد كودي محاد مرتي جيت كوها أما هن نقطة جناح ثمان سجل هن نقطة وحدوني هن نقطة حتى تمام حين صورن كرر شكل هذا وده حشي شكل اللي مهي يراه كلوي مع ذلك بدون مزامرت markii uu horeysay la bilaabay shaqo iska caadi ahayd maansa gabar ay xulisay dabcan ahayd muddo kadib hadda un bay bulashay oo ay dadkii dhex gashay u faaftay oo way halka ay u hagay ilkacsoo maanso ay ku jirtaa kelmadani aadiya waxa xulisay maansadaas gabar lagu magacaabo halkana aad baa uga salaamayna gabar la yiraahdo ayaan axmed aydiid oo ayaan kaabaq magac dheer halabuurka dhalinyarada ee Soomaalidana kamida waliba kuwada ugu firfircoon ayaan kaaba maansadan xilli aan dhaweyn oo sanooyin ka hore ama ugu yaraan horta bal aan hubo inay sanad ka soo wareegtay ayay gabadhan maansadan curisay maansaduna waxa ay suureynaysay
إن رجي مارك تدلين يرضاها قيوب بدن وكمي ذا ما أنت الضوخ أيسن أيسن يدو أيسن كوخنعين بل سي أي كوخن عذين إن حاصلة أو مارك تيجبر ورد حاش اللي ده أقفا أيوة ذي شوكات مركب واحد تري واحد وير كوخادي أمان لو ذاقي ورد حاش إنن كذا كلمة ذا كلا أي ترينا وحد طبعا كمي ذا وليجي نين أبوانا شكل لما هو ذاك، بس كوع يرسوق سياري عرض، أما مارك تي بالودلة وأن لا وشكل وأن لا هو ذاك، العموم شكلا وعيان كابا أما ما صدنا وعيان كابا أي مره رعو رسي، إن هاد الكلمة دي وردها شيء هاي، أي صدم فير على النقطة حل جان والله بكون يصدق هي لواتن بلو جيسين شو. إنه يشكل فيرا النقطة معك أنا وما سنت هاي نورو مركنة أرتو وارنتها ومدهرة هي مركي أي منصدن عرس حتى مال فجارة هو اللي يسوي مع دي أو نفلا يهوتيل لما هو لنا هاي أيه وحلاقي ويدي واللي يورده حاشد أرتو ما واحد جرتها وروح عادي هو جرمية مسوى وحمارتي أنجرين مركز ويكجوابته ورده حاشي وحي تري وان قبل وناكسن ونين وناكسن حيست ما دامك رقي صوماليا داي ان بانورا كميدا غير المسؤولين اسكن نغذين ان قاعدك عونا يسئيو ان مارتي لغيابين باسكر نغذين وايسن وقت هينين ايو ان براها برشدي مالها لغيابين كفوقي هين وكم مشخورسين هين وقور يوحس ايسن اجيدين با رقي صوماليا ما دام اي ان بانورا كميدا اي نغذين دادان ليسكوها لينكرين يا وحي تري وحان قو عنصدي كبير وردح عشل لأنك هذا أوبا ناكسن إن الله قيبصد وان وير كوقاب وردح عشل هورت قف وردح عشل دل معناها ورده واجرتا مقعص تدل حتى وردح عشل واجرتا 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 وحان ما أردت قدونا هذا لأين ده لبتك هذا لكن قف عادي هو جريمه هنا تصالي أهي منصومك تصالي بحين يسيو كبير وردح عشل لأنك ناكسن أي قبطه أدوه يعني وير وقاضي يا قبر سومالي وأنا لو ذاك نيو هناك سنة يستا يعني إنك هذا لقيب سنة لقيب سنة يا هاي يا هاي ما دام الرقي كانت إن داعي رن نقطة إيه هاي النقطة شكل ما كان يدور كاسي وجوابت إن مرك هذا أي سدن برشة لحد أقول فافته أو هذا الحين أنت إلا جاي أبورت أو حتى سياسيين يمدح أي كيف العريان أو علماء كيف العريس وأسيدهم كل شيء جيوا وعلمه هي راعي مركو الأشرم رح رذاها كلا دوان سوين مريو كل بهير قارية وركو قدم بس سعنا يوين شيء كوين كي مركو النوعية كلا دوان أما مارتة وحيا بها مرح رذاها كلا دوان مرا إن سقيرتو إن مدكد بأي مارتة بلاشو إن أي مركب كعدو يعني كم إذا هيدو تاني وحيا هيد تي علمه هي راع الأشرم رح رذاها كلا دوان سوين مريو كدب من مدكد كعية مركا حتى مركا هو راعي قاد ويجبتي في العلين يمار ضد أبوانينا ضد أبوانينا وكجوابي وكهالله وحكم إذا هاد وردها عشان كذا ويركن ويجي هالله وحمد الله رجع إذا تاسع كم ذا حليه سهيد يعني لقى جوابي حتى ومارت يدو لفت كذا حليه قام كيسو ما صنع ما صنع سوى وهاد هاد وي هاد بسطه ما هو رانك ضدك هاد فرب ضدك هاد يا 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 ولا عسبونيسية سه هذا تلا لو عسبونيسية يا يا لو يا تلا لو عسبونيسية لكن مرة عارف مرة عارف كي ويل كوفيات قبة وقاري كجرا وده هي ورده عشان كي ذويل كم ويا الله هذا لكن ضدك عسبونيسيين وضدك قال لا هذا لو عسبونيسي ضدك هري أو أرق أي لنا قطعين عصبته مركا أبوك أرنتوا هذا هالكاس بين مرايسا شكل ويبوش. وقف العلين تغاب كمركز سوالف وقف العلين سي تشالنج هذا اللي قسمه ي ماركتي هير كفيرة كان وقاري. هذي يعني وحان نين تيك توك أنا هذا ما يستعمله. لكن مقالة اللي قسمه جوجل على فيسبوك اللي صادقه يعني أركي. ويل وحاركي داود برعاوي له. وضد كأذك تيك توك واستعماليها جعلها. مقالة سنة مرة بنوان رك. يا وحكوها سيا أولي هي وقاضي وردح عشان نك يذهب نك ويك ويا الله كدي من قف دمر هو إسلانتي سياهان وحمة تريس يا وحي كوب الهذي توريو يينا ما أرد يوح مساصدي بابا سجل مساصدي وعنو عاد بدو دورته وأي ترى يا ويردها هذا كحلس ركب ضم بيت شكلهم أي قشطي وزير الخليج خليج وزير دا أرمها وينك وحقول سانك ما ماذا وزير دا ها هي يضم يوسف العلس
way ka soo hadash hay waxay tiri wardaha shanikeedii waxa lagu arkay tiri bay dhaw markii ay ka qayb gashay shirkigii universityna konfederaalka ay bay dhaw ku soo arkay sheekada muuqatay wardaha shanikeeda ninkaas aad u raadinay hay dadna wardaha shay raadinay dadna ninkeeda raadinay hay marka madaa wax ugu badalay gabadh ay tilmaanteena wardaha shanikeedu aha marka ninkaas la raadinay hay maal dhawayd waxa shirki baydhabaad weeshisay meelaha joogtay oo ay ka qayb gashay marka baydhabaan ku arkay tii marka waxay tiri baydhabaad waa arkay wardaha shay ninkeedii ninkeedii hay ninkalo waxa sarasar baatro ma garanayay ninkalo waxa arkay ka tirsan golaha wasiirada ee ismaamulka Gaarisa oo waligaa aan arag isoo Facebook ku soo qoray yaa wuxuu soo qoray iyadoo English ay wuxuu markii hore maxay tahay sheekadan wardaxaashi ee baraha bulshada Soomaalida aad u wareegaysa masal helay buu wardaxaashi ninkeed ninkaas hadda um sheekadan la koosada oo arkay mooyeen waa nin hore soo socday nin hore soo socdayna ma aha baraha bulshada aad ma isticmaali jiray waa u fura Facebook ee profile oo fura laakiin in isticmaali jiray oo wax soo dhigi jiray ma ahayn waa socoto sheekada adigu meel fog ayay gaadhay dad aad u badan oo Soomaaliya ayaa ka falceliyay waxyaabaha ugu badan ee la isweydiinayeen waxa ay ninkan iyo wardaxaan horta maxay yihiin wax la garanaya gabadhu waa ka jawaab way telefishinka horyaal waxaan arkay gabadh ay wareysanayaan wardaxaashi leeyahay si fiican oo iyaga laftooda ay hubiyeen saadkeedii inay wardaxaashi ugu qoran aad iyo iyadana tiri gabadha laga hadlay aniga waaye si fiican laga leh si fiican ka warantay markii hore isbuuc arintu waxay ahayd ninkan yaa waay wardaxaashi yaa waay ninkeedii yaa way ahayd laakiin waxa soo baxday dad dhahaya anaga waa ahba anaga waa magacay horyaal TV-gan hadda maartay Soomaaliland ka hawlgala oo inta badan ciwaanadiisu ay aad dadku uga falceliyaan ciwaana aad cajiib ahaan u yihiin yaa waxa ay wareysan gabadhaysa wardaxaashi waa aniga iyada waxay iga dareen nin la yiraahdo Sultan Ciigale oo filayo inuu kamid yahay adigu Sultan Ciigale la hawa oday waa nin oday oo nin weyn ha weeyey mararka kala duwanna waxa arkay isaga oo warbaahinta la hadlaya xilligi farmaajana isaga oo farmaajo waxaan jabay waan kan jeclaa hadda ma la xataa isaga TV ga ha soo fadhiisan jiray ha qoliyo ogaal TV la dhaho ayaa wareysi muuqaalkaas soo geliyay wuxuu leeyahay wardaxaashi la sheegay aniga qof hey ana ma qabo ana qabo hey sabab muxuu noqonayaa ninkeed muxuu noqonayaa hey marka wardaxaashi la idin sheegayba anaa ii dhaxdo xaaskayga wayuu ana ninkeed wana marka dhalinyarada hawsha ka tagtay odayaashii wuu odayaashi way dhinac culimadii ka warriyay culimadii ayagana qayb ka mid ah ayay ka soo fulcelin haye sheekh abdulha oo sheekh inta badan arrimaha qoyskiisa ka hadlaa aad baa salaamayna aad baa salaamayna baaysana ka fulcelin haye waliba loo muqaalo degdeg ah oo iska xigay iyo soo duubay oo maxay kaga hadlay tii hore wuxuu uga hadlay haye ninka wardaxaashi haye araba qan ana qanuun ana ba qanuun hey ayaan kaabo ninka ay sheegayso ana aqaan ee maartay wardaxaashi ninkeeda aniga aqaan hey wuu sheegay tilmaamihiisa wuu sheegay hey tilmaamihi sida gabadhu macnaha u sheegtay waxa inuu tusaale yahay tilmaan yahay oo uusan wax sax ahayn oo maartay ay sawir ay ka bixinaysay uu ahaa iyo isna sawir waxa uu gabadh fiican qaba iyo isna sawir ka bixiyay oo wardaxaashi ninkeeda waan aqaan waa nin wanaagsan waa nin mas'uul ah waan aan dadkii waxa weeye reerkiisa dayacin waan in maartay ehru sharafa waan in maartay aan ahayn qeyru masuul waan in adigu nin wanaagsan tilmaamay uu lahaa iyo bixiisha qadalaha marka wuxuu ninka wardaxaashi ee ayaan kaaba ay shaqtay waan ninkaas ogaaday waaye ka muqaalka dambe muqaalka dambe ka dambeey haye wardaxaashi waan aqaanaa buu markii hore ninkaan aqaanay ha hadana iyadii wardaxaashi rasta keeda yaan aqaanaa hey ayaan kaaba gabadha sheegis hey ee wardaxaashi ahayd yaan aqaanaa hey waa tuma hey sifooyin buu tiri hey si lamid ah sidii wardaxaashi ninkeeda oo u tiriyay tilmaamaha uu ninkaasi leeyahay iyo u tiriyay hey waa gabadh wanaagsan reerkeeda dhaqata ilaahay ka cabsata diin leh akhlaaq leh oo aan ahayn qeyru mas'uuliyad reerkeeda dayacda wardaxaashi gabadhaas waa taas okay aan soo noqono marka ayaan kaaba hawshan marka aad viralka noqotay aad ay baraha bulshada u dhaqaaday waxa ka jawaabay wiil horay ay
سلسلة سوغانيد ايفون ليدا ايفون 11 اي هرو دحمرتو اسنا لو دد كالا بوركا كميدا دليلادا درخمن دريجا لو مغعبا يا كسو جوابي ayaan kaabana markale iyaduna jawaab kale iyo kicilisi si fiican hawshin waxaad moodaa inay u gudubtay in wardada laftadii la furay aad iyo aad oo wiilkiina isfahm waayeen maartay ninka halkaas halkaas ayay u gudubtay meel halkaas u socota hadda meel xasaasi tahay koor waxa la rabay waxay ahayd baasho nin wanaagsan oo goor wanaagsan oo wardada ila qaba aad iyo aad oo isku faraxsan yihiin aad iyo aad ma ayaan kaaba kala kaxaysay niyo horta nuro waa arkay wiilkaas xitaa oo markii hore ay suugaanti suu jawaabeen wali muqaalkiisa way soo qaatay yankaaba wayna soo dhigtay bartada Facebook ay soo dhigtay waxaan jeclahay inaan fiiriyo ayankaaba waliba maansoonkeedii ugu dambeeyay arintan ay wax hadashay markii hadda viralka ay noqotay inta waxa iga sidaray waxaan arkay nin turki ah oo af Soomaali garad jabsanaya laakiin la fahmayo oo dhahaya warda xashininkeeda uu yiri shuu yaalay ay waa turki wulay waa turki ma waa nan turki caadi ha weeyo oo af Soomaali ku hadlay oo af Soomaali jabsanay laakiin la fahmayo oo la waxa weeye warda xashininkeeda waxa weeye ninkan wuu hadlay soo dhahay oo maartay qaadanaya arintii iyada laftarkeedu markii hadda dadku aadka isu waydiyeen ayaan kaaba aadka isu waydiyeen warda xaashi waa tuma ay la yiri maansa kale ay soo qortay Facebook-da ku soo qortay ma wada tirinaye qayb yar baan ka soo qaadanaya waxay tiri warda xaashi ninkeeda waa ninkii warda xaashi ninkeeda hadii aad ku wareertay waa qof aad u wanaagsan deeqsi weeye wax haysta danyar weyn ayay weyn wax bixinaya waa ay ku imartay oo gacanta adka ma ahan wasiir ma xil qaaday bitri aya oo nin wasiir ah oo maanta xil haya ma ahan aya wadaad ma ah la yaabay wadaad ma ah culimaa ma ah nin culimaa ahna ma ahan bitri aya ustaad ma ah wareersan ustaad ma ah macallimiin macallimiintu u dhacday ay ee waxay tiri dib jir ma ah wareega من meelaha wadooyinka habeenkii seexda ma oo meelaha wareegay ma oo aan dheelmaninba ma ahan inta wiilka naqaanay weelkiisa ahaaday dhinac iigama weecan sina iima wax yeelin ba tiri inay weesha macnaha oo ay la kulantay xirir yeesheen bi halkaas ka muujinaysa wanaahan il qaaday tiri wanaahada yaan il qaado waanadan faray dhaaxo waanada yaan faray dhaaxo kama leexan warkay warkaas yarku waa wali fiican ba tirmay hey yarku waa wali sida uu waligiiba runta ila wadaago waqti ila mushaaxo weer xun iga ilaasho ayaan wiilka ku doortay ba tiri waa ayaan xash ajib ayaan warda xashi ninkaa waa ayaan kaaba ninkaa weeye iyada waa ayaan xashood baxsay ya ma yaan xasho waxa aad u jeedin halka iga wax okay waa soo gabagabeynayna marka waxyaabaha kale kuugula yaabka badnaa inta sheekadan baraha bulshada socotay aad iyada xitaa waxaan fili waxaan arkay BBC-da oo wareys ka qaaday oo wax ka weydiisay sheekadan hadda iyo waxa soo cusboonaysii iyo sababta keenta hadda in baraha bulshada Soomaalida ay aad isku la wadaagaan marka runtii nuro waxay ahayd mid kamid ah sheekooyinkii ugu saameynta badnaa maalmihii u dambeeyay baraha bulshada Soomaalida aadka u qabsatay oo qof waayeelka ay ka falceliyeen oo wadaadadii culimada ee qayb ka mid ah ka falceliyeen oo dhalinyaradii rag iyo dumar ba ay ka falceliyeen oo aad arkayso inta ruux ee soo qoreysa aad maartay waxaan soo xasuustay gili dhimo xusuusta aad iyo aad taliya shub markuu lahaa ninkaas oo giri dhimaan xaga u bax feral bay noqotay sayn waxaan ku dhacay ma uquuq ku dhacay markuu lahaa waxay ahayd waxaan malee waxay ahayd bishii September inaad baan filayaa waxay ahay waxay dhamaadkeeda waliba mid ka mid ah sheekooyinka aadka baraha bulshada u galay dadku aad sheekooyinka ugu adkaa ee 2022 ay muqaalada ku sameeyeen baahay waliba muddo ay socotay wali xitaa Soomaalida ilaa hadda maqaayada giri dhilay jiro magacii qaad ha maysan ba wali maysan ka tagin ma ilaawin dadkii waxa wali way wadaan ba giri dhiba ma ninka xuquuq ku dhacday waxaan arkay
عيارة وارك كابون كيس عود معناته جدا بس اللي جب ذي برتقيسك نكره لله أو يقرأ كتف حياة وقريد الأولى وهذا مارتي هم سنية يا كوا مال أو الجونوا مدبع وحولي نكمل عقوق كل هذا يبغى جيل سوبر نيكاس مركز شكله سوكر يعني نقطة لكن تنا حتى كهذا هاي بنيت ما كان فيروس هذا أد ولا ويس عطاه هذا الشيء ما مص أفجر من ما نسوي كل دون ولا قسم يجي وين سيسعنا يساب بركم روح عوان دونا هذا كده منطقي بروح كده عشان قاعد حلي قاعد لف وهذاك أنت أقصد قبل يا قلب كان وردح عشان نكذا كذا الله ينير شكله سيد طبعا فدل كان نقطتي برهب بالشدة أدو قبصتي أو أصل كذي كتبت ما ساي سمي سي ولشان أبو أنا ضيان أيان أحمد عديد أما أيان كابا أدو قرن إنسان سلام مركز سينا سوين برهب بالشدة الصومالي ده إيراد هاي قبصتي أنت عم كسر قبل يو أنت عن مركز كل مدونا وحنا ذلنا هاي يدينك يوردح عشان كذا وادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.